إجراءات عربية متواصلة لمواجهة كورونا واشتباكات في القدس الشرقية على خلفية مكافحة الوباء. نتساءل عن خيارات المقدسيين في مواجهة العنصرية الإسرائيلية. أرقام متفاوتة في أوروبا وتمديد حظر التجول في تركيا كلما اقتضت الحاجة. نتساءل عن التسرع المرتبك لبعض الدول في مواجهة الوباء. وفي موضوعنا المغاربي، تواصل معارك طرابلس. رئيس حكومة الوفاق يعلن رسميا استعادة السيطرة على عدة مدن غربي العاصمة ويتهم ما سماها عواصم الغدر بقصف الأراضي الليبية. وفي فقرة وسائل التواصل، الملعون بالسفر كيف أصبحت حياتهم في الحجر الصحي؟ مع تواصل انتشار فيروس كورونا في العالم، وجد قرابة نصف سكان الكرة الأرضية أنفسهم في حالة عزل وحجر صحي في ظل اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الوباء. بلغة الأرقام، تعافى قرابة نصف مليون شخص من الفيروس بعد تسجيل أكثر من 800,000 إصابة حول العالم. أكثر من 96% منهم تظهر عليهم أعراض خفيفة، فيما يعاني 50,000 من المصابين وضعا صحيا حرجا، بينما قضى أكثر من 100,000 شخص. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سروان في وقت مبكر اليوم بعد محاولة شبان البلدة إغلاق محاور البلدة الرئيسية درءا لانتشار فيروس كورونا، خاصة عقب تأكيد مصادر فلسطينية محلية الكشف عن وجود 36 شخصا مصابا به، معظمهم من حي سلوان. لم تنم عيون هذا الحي ذات يوم، وقلما مر يوم يحمل مثل أعبائه. ثلاث إصابات اختناق هي حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لسلوان، تسببت في اندلاع مواجهات مع الأهالي نتيجة لسياسات الاحتلال الاستفزازية الممنهجة في الحي. رغم ممارسات الاحتلال وعدوانيته المستفزة على مر العقود، إلا أن أهل الحي مثلهم مثل باقي الفلسطينيين يدركون كيفية النضال ضده. الإعلان عن انتشار فيروس كورونا المستجد وإصابة العشرات به كان له وقع آخر، فأنت أمام عدو لا تراه كيف يتسلل ليخنقك أو يفتك بأحبابك، وهو أشد وطأة نظرا لشح المراكز الصحية في البلدة. هشام ابن هذا الحي فضل التدخين خارج بيته هذا الصباح وقاية واحترازا، وأكد لنا التهميش الحاصل بحق المقدسيين. فيش اهتمام، يعني تقول انه مثلا يوعوا العالم بشكل صحيح انه هذا مش موجود الاشي عندهم، هم بهمهم شعبهم وبس. القلق هذا وان دل على شيء، انما يدل على واقع به المعلومة مغيبة عن المقدسي وحياته اليومية. فاجأني هذا العدد، وعدد كثير، ولسه الايام جاية، والله الله يغفر لنا والله يوقف معانا. من يطل على هذا الحي يدرك هول الكثافة السكانية وأبعاد الحصار الجغرافي للاحتلال الإسرائيلي ومفعوله في انتشار جائحة كورونا داخل بقعة يصعب فيها تطبيق إجراء التباعد الاجتماعي باعتباره الخط الدفاعي الأول في مواجهة انتشار الفيروس. الحكومة الفلسطينية وبعد اتهامها الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء معلومات تخص مصابي كورونا في محافظة القدس، أعلنت تسجيل 36 إصابة غير مؤكدة بالفيروس هنا في منطقة وادي حلوي، وهو المعطى الذي أكدته مصادر طبية محلية. أمر يبعث على القلق في وقت عصيب يعبث فيه الاحتلال بحياة شعب، مرة عبر القوانين ومرات بالسلاح، وأخرى في ترك البنية الصحية لهذه الهشاشة أمام فيروس خطير مثل كورونا. أمير الخطيب، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
الآن من القدس ينضم إلينا محمد دحلة، المحامي المتخصص في شؤون القدس. سيد محمد، مرحبا بك. هناك انتقادات كثيرة للسلطات الإسرائيلية بخصوص تمييزها ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية بالتحديد المحتلة فيما يتعلق بتوفير الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. أين تتمظهر هذه السياسات التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؟ يعني يتظهر في على أكثر من صعيد. الحكومة الإسرائيلية لا تتعامل مع القدس الشرقية على أنها منطقة محتلة ولا تؤدي واجباتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وهي لا تتعامل مع الفلسطينيين في القدس الشرقية على أنهم مواطنين في دولة إسرائيل ويحق لهم العلاج والرعاية المتساوية لباقي مواطني إسرائيل وخاصة اليهود منهم. وزيادة على ذلك، هي تمنع السلطة الفلسطينية التي تحاول جاهدة أن تعطي التدابير اللازمة لمتابعة الوضع الصحي للفلسطينيين في القدس الشرقية، لا بل وتحد من صلاحية السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، أي داخل السور أو داخل ما يسمى حدود بلدية القدس الإسرائيلية، وتعمل أهم ما يعنيها هو أن تحد من هذه الصلاحيات. هي تعتقل محافظ القدس مرة ومرة، تعتقل وزير القدس، كل ما يهمها الآن حتى أثناء هذه الجائحة التي لا تميز بين فلسطيني أو إسرائيلي، بين عربي أو يهودي، ولكن ما يعني إسرائيل هو بسط سيادتها، هو فرض العضلات، هو إظهار سيطرتها الكاملة على مدينة القدس، وعدم إعطاء أي موطئ قدم للسلطة الفلسطينية داخل مدينة القدس لتهتم بالسكان. هذا أدى بالسكان إلى اتخاذ أستاذ محمد من قبلهم. تحدثت عن الإجراءات التي تحاول السلطة الفلسطينية القيام بها للحقول دون انتشار الفيروس. أيضا الانتقادات توجهت للسلطة لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات للحد من هذا الفيروس وانتشاره في تلك المناطق. واضح أن المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ويتوقع من الحكومة الفلسطينية أن تتعامل معه على أنه جزء من هذا المجتمع، ولكن نحن نعرف الواقع الموجود بموجب الاتفاقيات الموقعة، وأن القدس موضوع مؤجل، وبالتالي التعامل مع المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس وكأنهم تحت السيطرة الإسرائيلية وكأنهم حاملين لهويات إسرائيلية ومقيمين في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي تمنع السلطة الفلسطينية بالفعل من اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع. فحوصات لا يمكنها أن تفعل ذلك، الأجهزة الأمنية الفلسطينية طبعا لا يمكنها الدخول إلى مدينة القدس، الطواقم الطبية الفلسطينية من قبل السلطة الفلسطينية لا يمكنها تدخل إلى مدينة القدس. كل ما بوسعها أن تفعله هو أن تقدم ربما الدعم المباشر إلى المستشفيات الفلسطينية الموجودة في مدينة القدس، والدعم غير المباشر للحركات الفلسطينية، الحركات الشعبية، الفعاليات المختلفة، من أجل توفير الظروف المناسبة بالأساس للحجر الصحي حاليا، وبعد ذلك لا قدر الله إذا تطورت الأمور من أجل تقديم العلاج في المستشفيات الفلسطينية. هناك نقطة أود أن أستوضحها منك. يقال أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي تفرض الحجر الصحي على المواطنين الإسرائيليين حتى يبقوا في بيوتهم ويتجنبوا الإصابة بفيروس كورونا تعتمد على العمال الفلسطينيين لاستمرار عجلة سيرورة عجلة الاقتصاد الإسرائيلي دون توفير طبعا أي إجراءات طبية وقائية لهم. هل هذا صحيح؟ هنالك العشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي 48 أو داخل إسرائيل لدى مشغلين إسرائيليين، خاصة في قطاع البناء. هؤلاء بالماضي كانوا يتنقلون ما بين الورشات، ورشات البناء داخل إسرائيل، يعودون خاصة في نهاية الأسبوع إلى بلداتهم وإلى قراهم داخل حدود الأراضي الفلسطينية. الآن بعد هذه الجائحة أصبح الوضع مستحيل، تنقلهم أصبح يشكل خطر كبير وعبء كبير على المجتمع الفلسطيني في السلطة الفلسطينية، ولذلك السلطة اشترطت على إسرائيل إما أن يبقوا هؤلاء العمال داخل إسرائيل وأن توفر لهم إسرائيل المساكن الملائمة لكي يقوموا بعملهم داخل إسرائيل بدون أن يعودوا ويشكلوا أي خطر على السكان الفلسطينيين، على باقي التجمعات الفلسطينية في أراضي السلطة الفلسطينية، وإما أن يعودوا إلى داخل الأراضي الفلسطينية وبعد ذلك لا يخرجوا إلى العمل داخل إسرائيل. واقع الحال هو أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى هؤلاء العمال. موضوع البناء في إسرائيل استثني من كل التقييدات التي وضعت على باقي المرافق الاقتصادية، واعتبر
يعني مرفق حيوي جدا للاقتصاد الإسرائيلي. العمال الفلسطينيون أيضا بحاجة إلى هذا العمل، هم بحاجة إلى مصدر الرزق الهام المذكور، ولكن للأسف لم يتم أي إجراء حقيقي على أرض الواقع من أجل تهيئة الظروف لهؤلاء العمال لأن يسكنوا أو يبقوا في إسرائيل مدة عدة أشهر إلى حين انتهاء هذه الجائحة، بحيث يلبي مصالح الطرفين. وهذا أدى إلى الأزمة التي نراها على أرض الواقع الآن مع العمال. وبالتأكيد بحاجة إلى مصدر رزق، ولكن أيضا محتاجون إلى وقاية من هذا المرض. شكرا جزيلا لك محمد دحلة، المحامي المتخصص في شؤون القدس، شكرا جزيلا. أعلنت الحكومة السودانية فرض حظر تجوال شامل في العاصمة الخرطوم ومنع السفر بين الولايات السودانية. وأكدت الحكومة منع كافة أنواع وسائل النقل من الحركة بين الولايات، وذلك في محاولة لعزل المدن عن بعضها. لا يسمح لأي شخص بالتجوال داخل ولاية الخرطوم طوال اليوم. هذا ما بدا جليا في قرار حظر التجوال الشامل الذي أصدره مجلس الوزراء السوداني. القرار هدف لمنع انتشار المرض في الولايات بعد إثبات إصابة 29 شخصا بفيروس كورونا. فرض الحظر الكامل مدة 24 ساعة يعني في اليوم على كل ولاية الخرطوم ابتداء من يوم السبت القادم، وخلال الثلاثة أيام القادمة دي اللجنة الفنية هتشتغل على إعداد التفاصيل وإعلانها تباعا. حظر يدخل العاصمة في حالة سكون دون الإشارة لموعد تقريبي لرفعه. سبق هذا القرار أمر طوارئ بإغلاق الولايات السودانية وحظر التنقل للمواطنين فيما بينها، والذي ربما يلقي بظله الثقيل على حياة المواطنين. فالترابط بين العاصمة الخرطوم وباقي الولايات يصعب حله أو تجميده، إذ تعتمد الخرطوم في غذائها على الوارد من الولايات الزراعية كولاية الجزيرة، فضلا عن أنها تعتبر مركزا خدميا لسكان الولايات الأخرى الذين يحجون إليها طلبا للدراسة والعمل والعلاج وغيرها من الخدمات. ترابط الأسر بين الولايات مشكلة يعني، غير كذا الحالات الطارئة يعني زي مثلا يعني عندك العيون، السفر لها، الحوادث، يعني كل هذه حاجات، ناس السكري، المرضى، مقابلة الأطباء بالليل، يعني كلها مشاكل يعني بتقابل المواطن يعني. الحكومة لم توضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتلافي أي آثار سلبية لحظر التجوال الشامل في الخرطوم وإغلاق الولايات، كما لم تضع خارطة زمنية لتنفيذه رغم التأكيدات ببدء سريانه مطلع الأسبوع القادم مصحوبا ببعض الاستثناءات. عقب القرارات الأخيرة هذه زادت المخاوف لدى المواطنين باحتمالية الدخول في مواجهة مفتوحة مع جائحة كورونا دون توفر أسباب الانتصار عليها. تيجان خضر، التلفزيون العربي، الخرطوم. شددت السلطات في صنعاء من الإجراءات الاحترازية استعدادا لمجابهة تفشي وباء كورونا، وأعلنت عن تخصيص 18 من كبار المستشفيات الواقعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاستقبال المصابين بكورونا. أصبحوا على يقين من أن الوباء قد يطالهم في أي لحظة، وأن ما اختبروه من مآسي بسبب الحرب قد تتزايد بسبب جائحة كورونا، خصوصا بعد الإعلان عن أول إصابة به جنوب اليمن. الاستعدادات تجري هنا على قدم وساق. 18 مستشفى في مختلف المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين خصصت لمواجهة الفيروس، من بينها مستشفى الكويت، أحد أكبر المستشفيات بالعاصمة صنعاء. عدد الأسرة الموجودة في المستشفى 300 سرير قابلة للتوسعة. بالنسبة للعناية المركزة عندنا 25 سرير. عندنا في الطوارئ لاستقبال حالات برضو 25 سرير. العديد من الأطباء والممرضين تم اختيارهم من مختلف المحافظات اليمنية للتدريب على مكافحة العدوى وطرق الوقاية الشخصية وكيفية التعامل مع الحالات المصابة بكورونا في مناطقهم. استهدفنا 23 مركز الذي هن الآن محددة بحسب خطة الوزارة أنها مراكز العزل. طلع من كل مستشفى 2، واحد طبيب عام من أفضل الأطباء داخل المستشفى، وكذلك ممرض، وسيتدربوا على جميع الجزئيات فيما يخص كوفيد 19. كل المرضى
تم إخراجهم من هذه المستشفيات التي خصصت لمعالجة حالات الإصابة بكورونا وتوزيعهم في مستشفيات أخرى، غير أن الأجهزة والمعدات الطبية قد لا تكون كافية لمواجهة الوباء. يأخذ المثل القائل بأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، معناه الحرفي في حالة الاستعدادات الحثيثة لليمنيين في مواجهة كورونا قبل تفشي في بلاد لم تعد إمكانات أهلها تحتمل المزيد من الويلات بعد حرب سنين. نبيل اليوسفي، العربي، من مستشفى الكويت بصنعاء. بدأت مدارس مخيمات ريف إدلب تطبيق تقنيات التعليم عن بعد خوفا من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب ونازحي المخيمات، بالرغم من صعوبات التعليم بسبب قلة الموارد الأساسية وعدم توفر الهواتف الذكية لدى عدد كبير من طلاب تلك المدارس. واحدا في خيمة التدريس دون طلاب، يبدأ وليد تسجيل مادة اللغة العربية عبر هاتفه المحمول بعد أن تم إغلاق المدرسة خوفا من تفشي فيروس كورونا، ليرسله إلى بعض طلابه ممن يستطيع الوصول إليهم. هذا التعليم له عدة فوائد، منها المحافظة على سلامة الطلاب واستفادة عدد أكبر ممكن من الطلاب، ويقوم الطالب بتنفيذ الواجب المنزلي في أي وقت تتيح له الفرصة إذا كان لديه عمل. منفصل عنا كلمة خوف، نجي لك للمدود الطويل والقصير. طبعا التعليم عن بعد افضل من البعد عن التعليم. الفكره ربط الطلاب بالمدرسه رغم المعدات والتقنيات القليله بسبب عدم توفرها بشكل كامل بين ايدي الاهالي واولياء الامور لمساعدتنا في هذا الموضوع. تصل رساله وليد الى هاتف سعده ليبدا معها درس اليوم. الحظ هو حليفه ويمكنه إكمال الدراسة، فوالده يملك هاتفا محمولا على عكس عدد كبير من أقرانه ليس لديهم القدرة على شراء هاتف ذكي للاستفادة من التعليم عن بعد. كنت بروح على المدرسة اللي عملوا لنا إياها هون في المخيم وبيعطونا دروس، ولكن خلف ما الكورونا قمنا ندرس على التليفون، نتبع الأستاذ كيف يعطينا بنكتب، وحاب يروح الكورونا مشان نرجع للمدرسة. المئات من المدارس في مخيمات شمال إدلب باتت مغلقة، فيما حرم أكثر من نصف الطلاب من حقهم في التعليم بسبب المخاوف من انتشار الفيروس. كبيرة هي الجهود التي يبذلها المدرسون والقائمون على مدارس المخيمات في ريف إدلب لمتابعة تحصيل الطلاب العلمي، فالمدارس التي أقاموها بالرغم من القصف والتهجير باتت اليوم مغلقة بسبب فيروس كورونا إلى حين. خالد إدلبي، العربي، ريف إدلب الشمالي. سنبقى دائما في الشأن السوري وفي علاقته أيضا بفيروس كورونا، ولكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي الآن مع الزميلة مايا. لك مايا. شكرا بدر، أهلا بكم. الفرار من المخاطر يبدو أنه أصبح نمط حياة يكابد عناءه اللاجئون السوريون، فقبل أشهر قليلة فر عشرات آلاف السوريين من إدلب وريفها نحو الحدود التركية بعد أن كثفت قوات النظام السوري حملتها لاستعادة السيطرة على آخر معقل لمقاتلي المعارضة. واليوم يبدو وكأن عقارب الساعة تعود إلى الوراء، فرغم خطر تجدد القتال في إدلب وغياب الخدمات الصحية، عاد أكثر من 100,000 نازح أدراجهم إلى منازلهم هناك خوفا من تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة قرب الحدود التركية. ومن الخطر الفتاك لكورونا إلى خطر قصف النظام، هكذا وصف اللاجئون ما آلت إليه أحوالهم. وزحمة السكن صار مو صار نزوح كتير، سرائب والمعرة وأريحة وكذا،
صار زحمة سكن هناك كتير يعني، وخوف من الأمراض وخوف. لا خلينا نرجع حيوا بلادنا الحمد لله رب العالمين، هون الله يأمننا بأوطاننا. طريق العودة في ظل الهدنة الهشة لم يكن معبدا بالزهور، فقد تعطلت حركة السير بالمركبات التي تقل العائلات وممتلكاتهم، فيما تحاول طواقم الصحة فحص درجة حرارة النازحين في حين تغيب معدات الفحص اللازمة لكورونا. وفي معرض ردود الفعل على مواقع التواصل، اعتبر أحمد مسك أن المصاب السوري في زمن كورونا هو كالمستجير من الرمضاء بالنار. وكتب الصحفي الهولندي ألمر سمالينغ: شاهدت أخيرا الفيلم السوري من أجل سما، وتساءلت كيف هو الحال في إدلب الآن. لا يزال هناك مليون شخص مشرد، وهم الآن يفرون من الجائحة إلى بؤرة الصراع من جديد. وعن خذلان المجتمع الدولي للاجئين السوريين علق لويس روزاليس: النازحون السوريون قلقون من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ويعودون من جديد إلى إدلب التي مزقتها الحرب. عار علينا. بهذه التغريدة نأتي مشاهدينا إلى نهاية الفقرة. عودة إليك بدر. كل شكر مايا. رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقالة وزير الداخلية سليمان سويلو، الذي أعلن استقالته على خلفية انتقاده أعلن حظر التجول كإجراء احترازي لمواجهة تفشي وباء كورونا. وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قال إنه طلب من سويلو الاستمرار في منصبه، وأن حظر التجول نهاية الأسبوع سيتم فرضه كلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا. في وجه كورونا هذه المرة عادت الحياة سريعة إلى إسطنبول. انتهى حظر التجوال في عموم البلاد، وكثر الحديث عن استقالة وزير الداخلية سليمان سويلو. إنها الجائحة فقد تسببت بإخراج وزير ثان في حكومة الرئيس أردوغان. الاستقالة المفاجئة لوزير الداخلية أثارت تساؤلات كثيرة عن حجم الخلاف داخل الجبهة السياسية لمواجهة تفشي وباء كورونا. ارتبكت التنبؤات حينما رفض الرئيس التركي الاستقالة وأعاد الوزير المستقيل إلى عمله ومهامه. تقديم الاستقالة عبر تويتر وما صاحبها من تفاعلات يؤكد لنا وجود خلافات بين الحكومة ووزير الداخلية، ورفضها بعد ساعتين يعني أن أردوغان لم يكن يعلم بها مسبقا، وهذا مؤشر على حجم الخلافات بينهم. لم تتوقف الانتقادات، ذهب بعض رموز المعارضة إلى التشكيك بالاستقالة، منهم من رحب بها متنبئا بموجة جديدة لفيروس كورونا في تأثيره على شق الصف الداخلي للحزب الحاكم. حظي وزير الداخلية بمكانة خاصة لدى الرئيس حينما برع في ملاحقة منتسبي جماعة جولين، ونجح في الحرب على حزب العمال الكردستاني داخل الحدود التركية. فظل الرجل متابعا ملفات وزارته طيلة سنوات ثلاث متتالية. كثيرا ما تبنى الرئيس التركي فكرة أن النظام العالمي لن يكون بعد كورونا كما كان قبلها. الحال نفسه أيضا ربما ينطبق على فريقه الوزاري، فطريقة مواجهة الجائحة كشفت عن شروخ في الصفوف الأولى للحزب الحاكم، إضافة إلى وجود شعبية واسعة لوزير الداخلية، ما قد يوقظ خلافات أكبر في الجبهة السياسية في قادم الأيام. أحمد غنام، العربي، إسطنبول. وسنعود مرة أخرى لإسطنبول ونستضيف هناك الدكتور سعيد الحاج، الطبيب والكاتب السياسي. دكتور سعيد مساء الخير، مرحبا بك. الفجائية التي أعلن بها قرار حظر التجول قبل وزير الداخلية قبل أيام قليلة بالتأكيد يعني ساهمت في خلق نوع من الإرباك لدى الشارع التركي، وقد شاهد ذلك عبر شاشة التلفزيون. الرجل تحمل مسؤوليته وقدم الاستقالة، ما الرسالة التي يبعثها الرئيس أردوغان من خلال رفض الاستقالة وكأن به يبرئه من المسؤولية؟ مساء الخير، تحياتي لك وللمشاهدين.
بطبيعة الحال الاستقالة أعتقد لها ثلاث سياقات. الأول هو شخصية سويلو الذي كان قد استقال أكثر من مرة سابقا عندما كان رئيسا لحزب معارض وعندما كان وزيرا للداخلية، لأنه يعني على حد تعبيره يرفض الفشل أو التقصير. والثاني التأثيرات الصحية المتوقعة للفوضى الجزئية التي حصلت ليلة الجمعة، كان يفترض أنها حظر إعلان حظر تجول، لكن الناس نزلت للشوارع في بعض المناطق وحصل احتكاك، وبالتالي هناك تخوفات أنه هذا يرتد بنتائج سلبية بل ربما كارثية على المسار المنضبط نوعا ما لكورونا حتى اللحظة في تركيا. والأمر الثالث هو يبدو أنه تدافعات داخل الحزب الحاكم داخل العدالة والتنمية، لكن أنا لا أضعها في سياق سويلو مقابل أردوغان، وإنما سويلو مقابل تيار الذي يقوده وزير المالية البيرق أعتقد داخل العدالة والتنمية. من هنا الحقيقة أعتقد أن أردوغان زان الأمر من عدة موازين. أولا سويلو شخصية ثقيلة في الحزب وفي الحكومة من جهة بجهة مهنية، يعني فنيا هو ناجح في وزارته خلال ثلاث سنوات في عديد من الملفات بما فيها كورونا، له شعبية كبيرة. الأهم ربما من كل ذلك أنه يعني له دعم كبير من القوميين داخل الحزب وأيضا حتى حزب الحركة القومية الحليف للعدالة والتنمية، وبالتالي يعني خسارته ليست ربما أمرا سهلا بالنسبة لأردوغان، فضلا عن أنه خلال الأزمة لا يريد أردوغان أن يخسر وزيرا بحجم سليمان سويلو، وبالتالي لم يكن لديه خيار كبير إلا أن يرفض هذه الاستقالة ويطلب من سليمان سويلو أن يستمر في عمله. وبالتالي أردوغان يحافظ هنا على وحدة الحزب، يحافظ على وحدة الحكومة، ويحافظ على وحدة وتنسيق جهات أو أدوات أو دعني أقول وزارات العمل في مواجهة وباء كورونا الذي لا يتحمل الآن أي هزات كبيرة إن كان في الحزب أو إن كان في الحكومة. طيب نخرج من الشأن التركي الداخلي وننظر إلى الموضوع من زاوية أوسع، لأنه هذا الإرباك لم يحصل في تركيا فقط، حصل في عدد من الدول، أعطيك مثال فقط الأردن. هل هذا الارتباك سواء في تركيا أو في الأردن ودول أخرى راجع إلى عدم الكفاءة والقدرة على تحمل مسؤولية أمام هذه الجائحة التي فاجأت الجميع، أم أن الوضع هو أكبر من أن يتم احتواءه في أي دولة والإرباك طبيعي في هذه الحالات؟ بطبيعة الحال إذا كنت تسألني طبيا لا يمكن القضاء على الفيروس إلا بوجود علاج أو لقاح والاثنين لم يكن موجودين حاليا، وبالتالي سياسات الدول ووزارات الصحة هي محاولة احتواءه أو إبطاء سرعة انتشاره، وبالتالي إبقاء القطاعات الصحية قادرة على التعامل معه وعلى تدوير هذه الأزمة بطريقة أو بأخرى أو إدارتها. وبالتالي هذا الهلع الكبير والأعداد الكبيرة من المصابين والوفيات وما إلى ذلك تعني أنه بالنسبة للحكومات تحديدا ليس هناك مجال للخطأ الكبير، ليس هناك مجال للتجربة والخطأ بشكل كبير جدا، لأنه كما أنه صحيا هو ثقيل وامتحان كبير هذا الوباء، هو أعتقد بجهة أكبر ربما سياسيا واقتصاديا هو امتحان لأداء وكفاءة الحكومات المختلفة، وبالتالي عندما تنتهي هذه الجائحة بطريقة أو بأخرى سيكون هناك جرد حساب صحيا وسياسيا واقتصاديا لمختلف الحكومات ومختلف الوزراء ومختلف المسؤولين. أعتقد هنا جزء من المسألة أنه هناك قلق كبير جدا خصوصا في دولة مثل تركيا حتى اللحظة الأداء فيها جيد نوعا ما، وهناك تدابير وقائية اتخذت باكرا، وبالتالي بقي يعني سرعة انتشار الوباء منضبط نوعا ما، يعني أقول بطيء نسبيا مقارنة ببعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. طيب. وبالتالي كان هناك تخوف أنه هذه الثغرة أن تؤدي إلى نتائج كبيرة نوعا ما، وبالتالي هنا تحمل الوزير هذه المسؤولية على نفسه، لكن أنا أعتقد أنه التدافعات السياسية الداخلية أيضا لها بعد غير قليل أو يعني لا يمكن الاستهانة به في ميزان اتخاذ هذا القرار. تحدثت ربما في البداية علميا وطبيا، ولكن أيضا أود أن أتحدث سياسيا في هذه النقطة، أنه حتى لو كانت الدول والحكومات قد فوجئت بهول وكبر هذه المسؤولية وهذه المفاجأة، فإنه هنا تأتي الشطارة السياسية، كيف تتعامل معها حتى لا تربك المواطن، وهذا الفرق. صحيح تماما، صحيح تماما. الجزء الإعلامي دعني أقول أو التواصل مع الجماهير هو جزء مهم جدا من إدارة الأزمة، لأن الموضوع ليس كله صحي كما لاحظنا في الثغرة الأخيرة. الموضوع أو القرار هو إعلان حظر تجول لمنع الاحتكاك بين الناس، لكنه أدى لنتيجة عكسية لأنه لم يخرج بالطريقة الصحيحة أو بالتوقيت الصحيح أو بالصياغة والخطاب المفهوم من الناس. وبالتالي فكرة الشفافية في توصيل المعلومات، فكرة إثبات أداء الحكومات لمهامها وعملها، وهذا مثلا في تركيا ملحوظ أن هناك يعني نشرات يومية لوزير الصحة، هناك خروجات متكررة لأردوغان، هناك رسالة يومية بأن الحكومة تجتمع حتى عبر الفيديو كونفرنس بأننا على رأس أعمالنا وهناك كفاءة في هذه المواجهة. لأنه هناك ملحوظة مهمة أستاذ بدر أعتقد أنها ينبغي أن توضع في الميزان، في مختلف الدول هناك حديث بأن الشعوب قابلة لتدخل الدول والحكومات وتوغلها في الحدود الشخصية وما إلى ذلك، لأنه هناك خوف من هذه الجائحة، لكن أنا أعتقد أن هذا ليس ثابتا.
في نهاية الجائحة سيكون هناك كشف حساب مرة أخرى لمختلف القطاعات التي أدت فيها هذه الحكومات، وبالتالي هناك ارتدادات سياسية واقتصادية مختلفة متعلقة بالقطاع الصحي، متعلقة بالبطالة، بالتكلفة الاقتصادية، بقدرة الدول على ضبط الأمر وإدارة الأزمة وما إلى ذلك. وبالتالي الكثيرون الحقيقة يحسبون حساب هذه الارتدادات السياسية في مقدمتهم ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية الذي غير استراتيجيته تماما لأنه عنده انتخابات في نهاية العام. ولكن حتى تمر هذه الموجة على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد الحاج الطبيب والكاتب السياسي من إسطنبول. الساعة الأخيرة مستمرة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. تساؤلات عن قدرة رئيس الوزراء العراقي المكلف على إدارة دفة العراق وسط تقاطع الإيرادات بين واشنطن وطهران. أهلا بكم من جديد وتذكير بأبرز العناوين. إجراءات عربية متواصلة لمواجهة كورونا واشتباكات في القدس الشرقية على خلفية مكافحة الوباء. نتساءل عن خيارات المقدسيين في مواجهة العنصرية الإسرائيلية. أرقام متفاوتة في أوروبا وتمديد حظر التجول في تركيا كلما اقتضت الحاجة. نتساءل عن التسرع المرتبك لبعض الدول في مواجهة الوباء. والآن إلى الفقرة المغاربية مع جمال. شكرا لك بدر. أهلا بكم. أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج أعلن رسميا استعادة السيطرة على مدينتي سرمان وصبراتة غربي العاصمة طرابلس. يأتي الأعلان بعد مواجهات مسلحة وقعت بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر واستمرت لساعات. قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا تبسط سيطرتها بالكامل على مدينتي صبراتة وصرمان غرب العاصمة طرابلس. خسائر تكبدتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جراء قصف جوي لقوات حكومة الوفاق كان استهدف عدة مواقع في المدينة. نفذ سلاح الجو الليبي 12 ضربة جوية دقيقة استهدف خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات صواريخ. فر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستجدون الحياة. المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية أفاد أيضا بالسيطرة على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات وصواريخ جراد وآليات مسلحة وعشر دبابات. وسبق هذا مقتل ما لا يقل عن 35 مقاتلا من قوات حفتر جراء إحباط هجومها على منطقة أبو غرين جنوب مدينة مصراتة الاستراتيجية شرق العاصمة. منطقة أبو غرين التي تمكن حفتر وقوته من الاستحواذ عليها لساعات أصبحت تحت تصرف قوات الحكومة الليبية. كما شهدت المنطقة إسقاط مروحية تابعة لقوات حفتر وقتل من فيها. هذه التطورات تأتي على الرغم من إعلان قوات حفتر الشهر الماضي الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا الذي أصاب العشرات بحسب البيانات الرسمية. إلا أن قوات حفتر لا تزال تخرق التزاماتها بقصف مختلف المواقع في العاصمة. نتابع المزيد حول هذه التطورات مع ضيفنا، ينضم إلينا من طرابلس الكاتب الصحفي نبيل السكني. مرحبا بك معنا. هل ستقتصر هذه العمليات على المدن والمناطق القريبة من العاصمة طرابلس أم قد تمتد إلى أبعد من ذلك؟ ما هي الاستراتيجية التي تتبعها حكومة الوفاق اليوم ميدانية؟ هي الحقيقة ليس استراتيجية وإنما إصرار أبطال عملية البركان الغضب السيطرة على المنطقة الغربية بالكامل. الآن الأنظار كلها تتجه إلى قاعدة الوطية التي تعتبر أحد معاقل عصابات المجرم الحرب حفتر، ثم بعد ذلك الاتجاه إلى مدينة ترهونة، ثم بعد ذلك إلى مدينة سرت. الآن نستطيع القول بأن ما حدث اليوم ربما أستطيع أن أقول بأن
الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني المتمثل في عملية بركان الغضب قد دخل لعملية جنس، وهو أنه حرر 5 مدن في 5 ساعات. أعتقد لم تحدث هذه العملية في الحروب التي حدثت على هذه المعمورة. أما لدي الحقيقة تنويه بسيط، لأن الحقيقة ما يحدث الآن من بعض الأعلام الموجود في دولة مصر ودولة الإمارات الحقيقة تشويه لأبطال عملية البركان بأنهم عبارة عن ميليشيات. أريد أن أنوه الحقيقة، يجب أن يعلم الآن العالم العربي من سقطوا وترجلوا أمس في عملية أبو غرين. أعطي بعض الأسماء، 5 أسماء فقط لا غير، لكي يعلم العالم العربي كله من هم شهداء ليبيا ومن هم أبطال عملية البركان. أعطيك سيد الفاضل خالد البهلول الذي استشهد أمس، هو رئيس قسم الميكانيكا بكلية الهندسة مصراتة. الدكتور أحمد الطوارسي عضو هيئة التدريس بكلية مصراتة. سالم بن غزي عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة. أستاذ كرسي الخليل علي عيسى أستاذ في كلية التقنية. هؤلاء طيب. الشباب الذين سقطوا بالأمس. طيب سيد نبيل السكني، للأسف الوقت محدود. هذا على الجانب الميداني، ماذا عن الجانب السياسي؟ إلى أين يسير السراج وحكومة الوفاق عموما سياسيا، لا سيما أن محادثات بدأت فعليا بين الطرفين سابقا في جنيف، وإن كانت اقتصرت حينها على الجانب العسكري؟ لا أعتقد بأنه سوف يكون هناك حوار سياسي مع مجرم الحرب حفتر، لأن كما تعلمنا وكما عرفنا التاريخ. نعم أستاذ نبيل أسمع. نعم نعم أسمعك، تفضل. نعم، قد علمنا التاريخ بأن العسكر لا يتفاهمون في لغة الحوار، وإنما ما يحدث الآن وبتصريحات السيد السراج منذ قليل بأن قادمون في دحر هؤلاء العدوان الخماسي المتمثل في السودان ومصر والإمارات وعمان والسعودية، مستمرون لإنهاء آخر بؤر الدكتاتورية على دول الربيع العربي. هذا ما يحدث الآن اليوم. الحقيقة كانت هناك كلمة قوية للسيد فايز السراج فيما يتعلق بدحر العدو، وأعتقد التصميم أصبح الآن من قبل قوات عملية البركان بأن ذاهبون قدما نحو تحرير ليبيا من هذا الوباء الجديد وهو كورونا حفتر. طيب سيد السكني، إذا كانت حكومة الوفاق مستمرة في هذه العملية في ظل دعوات أممية الآن لوقف القتال في كل مناطق العالم للاستجابة بشكل أفضل لوباء كورونا، كيف ستتعامل حكومة الوفاق مع هذه الدعوات؟ الحقيقة حكومة الوفاق هي أول من استجابت لعملية الهدنة وعملية إيقاف عملية إيقاف الاقتتال، ولكن للأسف الشديد سكان طرابلس الكبرى تتكلم على أكثر من 2 مليون هم يعلمون علم اليقين بأن من قام بالقصف العشوائي هم ميليشيات حفتر وعصابات القذافي. اليوم أعطيك على سبيل المثال أكثر من 50 صاروخ سقطوا في منطقة شرفة الملاحة المحادية لمطار معتيقة الدولي الوحيد الآن اللي موجود في مدينة طرابلس. هنالك بعض القذائف سقطوا في منطقة حي دمشق. اليوم أتكلم على اليوم بعد أن وكأن أعمال عصابات حفتر والقذافي تذكرنا بأعمال الإسرائيليين على أهالي غزة، وهو الصواريخ العشوائية على غزة تحدث الآن صورة طبق الأصل فوتوكوبي. نعم. يحدث على مدينة طرابلس الكبرى. أشكرك جزيلا الشكر نبيل السكري الكاتب الصحفي اللي بيكون معنا من طرابلس. إذن ختام الفقرة المغاربية، عودة إلى بدر وبقية فقرات الساعة الأخيرة. شكرا جزيلا لك جمال. نفى البيت الأبيض نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة الدكتور أنتوني فوتشي أبرز أعضاء الفريق الحكومي الأمريكي لمكافحة فيروس كورونا. وفي سياق متصل حذر مسؤولو الصحة في ولاية نيويورك من نفاذ أجهزة فحص فيروس كورونا، الأمر الذي سيؤدي إلى إجراء الفحوصات فقط على المرضى المنقولين إلى المستشفى. جاءت التحذيرات وسط مناشدات متكررة من مدينة نيويورك ومسؤولي الولاية لكي تجري الحكومة الفيدرالية لكي تجري فحوصا واسعة النطاق للانتقال إلى مرحلة الاحتواء على تفشي فيروس كورونا.
مدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إجراءات الإغلاق أسابيع إضافية في إطار جهود مكافحة الفيروس. واعترف ماكرون أن فرنسا لم تكن على استعداد كامل لمواجهة انتشار الوباء. يأتي هذا تزامنا مع مؤشرات أولية دلت على تراجع معدل الإصابات، مما يشير إلى أن إجراءات العزل قد حققت نتائجها. الآن إلى فقرة اسأل عن كورونا مع دانيا أرشي. أهلا بكم إلى فقرة اسأل عن كورونا. يخوض الفريق الطبي كفاحا مستمرا للقضاء على وباء كورونا، خصوصا في ظل غياب المستلزمات الضرورية للحماية الصحيحة والكاملة. نتابع التقرير ونبدأ النقاش. توفير مجموعة أدوات ومعدات كافية للتعامل مع جائحة قد تحدث مرة واحدة في القرن، وحماية من هم في خطوط المواجهة الأمامية ضد العدو المشترك كورونا لا يبدو سهلا في ظل الضغط العالمي وقضايا التوزيع وحجم الطلب الهائل. كل هذه الأمور تفرض تحديات هائلة. وحذرت الجمعية الطبية البريطانية منذ فترة من النقص الحاد فيما يسمى بمعدات الحماية الشخصية لموظفي الخدمات الوطنية الصحية في بريطانيا أو ما يعرف بالـ NHS، ووجهت الأطباء بشأن ما يجب عليهم القيام به. أنا سعيد جدا للإبلاغ عن استمرار حالة رئيس الوزراء في التحسن. إنه يريد أن يشكر شخصيا الفريق السريري بأكمله في سان توماس على الرعاية المذهلة التي تلقاها. مشاعره مع جميع أولئك الذين تأثروا بهذا المرض الرهيب. وبحسب تقديرات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن كل حالة مؤكدة لفيروس كورونا تحتاج من 14 إلى 24 مجموعة منفصلة من معدات الحماية الشخصية كل يوم. وبالتالي لرعاية ما يقرب من 11,000 مريض بكورونا في المستشفيات البريطانية، تتطلب الخدمات الوطنية الصحية ما يصل إلى نحو 8 مليون مجموعة من المعدات شهريا، من دون الأخذ بالاعتبار الأعداد المتزايدة أو احتياجات دور الرعاية أو جراحة الأطباء أو غيرهم من الموظفين العاملين في الخدمات الصحية. بداية نرحب بالدكتور بشار فرحات، طبيب صحة عامة في الخدمات الوطنية الصحية في بريطانيا. وتعقيبا على التقرير، كيف يوازن فريق الرعاية الطبية وهم في خطوط المواجهة الأمامية ضد فيروس كورونا، كيف يوازنون بين أداء واجبهم المهني وبين نقص المستلزمات الضرورية لحمايتهم من عدوى هذا الفيروس؟ نعم، في الواقع هذا أحد التحديات الكبرى على مستوى العالم الذي واجه الطواقم الطبية، حيث أن إصابة العاملين في المجال الطبي بفيروس كورونا سيشكل خطرا على صحتهم وسيؤدي إلى خسارة جهودهم في مواجهة الفيروس. ما نستطيع قوله حتى الآن أن العاملين في الخطوط الأمامية يحاولون القيام بأفضل ما يمكنهم القيام به، وضمن أخذ أقصى احتياطات الحيطة والحذر ضمن الإمكانيات المتاحة. شكرا دكتور. وننتقل إلى بعض الأسئلة التي وردتنا من المشاهدين. حسام جمال يسأل، هل يستهدف الفيروس الجهاز المناعي للجسم ويدمره؟ نعم، الجواب هو لا. الفيروس فيروس كوفيد 19 يستهدف الخلايا الموجودة في الجهاز التنفسي، يستهدف الرئتين وليس له علاقة بالجهاز المناعي. ننتقل إلى سؤال أيمن العت، كيف يمكن لمصاب بأي مرض مثل كوفيد 19 أن يشفى من دون دواء؟ نعم، في الواقع ما يحصل هو ما يحصل في معظم الالتهابات الفيروسية التي تحصل في الجسم. يشفى المريض من خلال أن الجهاز المناعي يقاوم الفيروس ويقضي عليه. الأدوية التي تعطى حتى الآن هي أدوية داعمة مثل مسكنات ألم وخافضات الحرارة والأكسجين. وننتقل إلى محمود بدر الذي يسأل، هل يشبه كورونا مرض السل؟ كورونا يشبه مرض السل في الجهاز المستهدف وهو جهاز التنفسي، خاصة في السل الرئوي، ويشبهه في طرق العدوى والتي هي عبر الرذاذ التنفسي، ولكن هناك اختلافات كبيرة أخرى، حيث أن السل هو مرض جرثومي، كورونا هو فيروس. شكرا دكتور بشار فرحات على كل هذه المعلومات. شكرا لطيب المتابعة ودمتم بخير.
نعود مجددا إلى موقع التواصل الاجتماعي مع الزميلة مايا عواضة. شكرا بدر. أهلا بكم من جديد. موكب سيارات ولافتات شكر مفاجأة قدمها سكان مدينة جنوب وينتسر للدكتور سعود أنور امتنانا لدوره في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا. الدكتور الأمريكي المنحدر من أصول باكستانية والمختص بأمراض الرئة نشر على فيسبوك مشاهد من موكب الشكر الذي عبر من أمام منزله. هذه المشاهد ليست تعبيرا عما يقدمه يوميا للمرضى، وإنما بسبب جهوده في تحويل جهاز التنفس الاصطناعي من جهاز يستفيد منه مريض واحد إلى 7 مرضى في الوقت نفسه. الحاجة الماسة لأجهزة التنفس دفعت الطبيب أنور إلى التحرك من أجل إيجاد بدائل. This actually has 4 options. So the patient can actually, we can have 4 connectors with 1 ventilator, and each connector can further be divided into 2 or more branches if you need to. We actually have that same thing connected on the inhalation part. This is actually now, if you look, we have the 4 branches, and one of those we actually have put a T piece and then divided it into 2 pieces. And then those, each 2 of them are divided into 2 more. So this one outlet is equal to 4. And then 5, 6, 7. الشكر لم يكن أمام منزل الدكتور فقط، ووصل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فكتبت ديبرا كوهن: يا لها من إشادة جميلة لإنسان جميل للغاية، ممتنون لك على كل شيء وأنت تضع قلبك نيابة عن الآخرين. لوري جوردن علقت: يستحق الدكتور أنور الكثير، أنت شخص رائع بقلب ضخم، وأنت الطبيب الأكثر رحمة على الإطلاق، شكرا لك على كل ما تبذله. وروبرت هرنانديز كتب: تذكر هذه التضحيات عندما تهاجمون المنحدرين من أصول مهاجرة. وفي قصتنا الأخيرة لليوم مشاهدينا، هل تتخيلون حياة المولعين بالسفر هذه الأيام؟ كانت المطارات أشبه بمنزل لهم، أما الآن مع الحجر الصحي لم يعد بمقدورهم السفر حتى إلى المدينة المجاورة. نتالي ومراد عثمان ثنائي من مشاهير موقع انستغرام عرفا بفكرة فولو مي تو أو اتبعني إلى، وتظهر في الصور يد مراد وهو ممسك بيد نتالي أمام معالم سياحية عديدة حول العالم. هذه الصورة مثلا من إسبانيا، وهذه في مصر أمام الأهرامات، وهنا الفكرة ذاتها أمام قوس النصر في باريس، وأيضا أمام كاتدرائية سانت بول في لندن. فكيف هي حياتهما اليوم؟ ما تزال الفكرة نفسها، ولكن الوجهات السياحية الخلابة تحولت للمطبخ مثلا كهذه الصورة أثناء إعداد وجبة الطعام. وبدلا من حرارة الجو أمام الأهرامات، هناك فرضاً البخار المنبعث من مكواة الملابس. ولم يحرم الثنائي نفسهما من الإطلالة من شباك الطائرة، ولكن هذه المرة عبر زجاج غسالة الملابس. وبما أن الكل يتذمر خلال فترة الحجر من زيادة الوزن والزيارات المتكررة إلى المطبخ، كانت ثلاجة الطعام أيضا معلما سياحيا تصور أمامه مراد ونتالي. يعني بدر، يبدو أن كورونا يفتح أفاق الإبداع أمام الجميع، خصوصا صورة الغسالة كانت قمة في الإبداع والطرف بالتأكيد. شكرا مايا. شكرا بدر. أثار عدد من نواب البرلمان العراقي تساؤلات عن قدرة رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي على إدارة دفة العراق وسط تقاطع الإيرادات بين واشنطن وطهران. وجاء ترشيح الكاظمي للمنصب عبر بوابة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، ويفصل حكومة الكاظمي أقل من 4 أسابيع لنيل ثقة البرلمان. كالعادة ننهي بالكاريكاتير لنتابع.